الشعب السوري شعب عزيز علينا، بس احنا بالنسبه لنا يعني نعاني. هاي صار لنا تقريبا 12 سنه من الكهرباء. ايه خلي يكفونا، احنا خلي يكفون بلدنا مثل ما يقولون من الكهرباء، والزايد خلينا نطول سوريا. من سنوات طويله واقع البلد او الطامه الكبرى اللي بيه اللي هي الكهرباء، واعتقد الان احنا في ظرف ساخن جدا وفي جو حار جدا، واكثر ما ينشد المواطن هو الكهرباء، لان احنا السنوات طويلة عانينا من هاي المشكله ولا زلنا. اعتقد ممكن الدوله من مصادر اخرى ممكن ان توفر هاي الكهرباء من دول اخرى، لكن انه نحن نجي ناخذ من حصه الموصل هاي اشكاليه كبيره. الله ومان الله وتعهدوا بخلق الله، الكهرباء مدمرنا دمار. النهار كله ما يجينا ساعه زمان. هو محامي نفسه دا يروح يسفر يدز على سوريا؟ ما محامي نفسه دا، حامي نفسك يا سعود عود اكرم لما انك كريم، هذا اللي اعرفه اني. ليل نهار كهرباء ماكو. الى الحكومه المحليه والحكومه المركزيه، اذا ارادت الحكومه المحليه او المركزيه اعطاء 40 ميجا السورية، احنا نفضل ان يقطعون الكهرباء المبرمج حال المواطن، المنطقه الخضراء، مجالس المحافظات، مجالس الاقضيه، وخلي يعطوهم، واذا ما يطيقون يعطوهم خلي يعطوهم من جيوبهم او يروحون يستوردون كهرباء. نحن الكهرباء ليه لساته جايين رمضان وجايين الصيف، وهذا الصيف اللي 44 درجه الحراره ماله، ما داين طول الكهرباء بصوره مضبوطه، اربع ساعات قطع بساعتين، والساعتين تجي مثل ترافيك لايت. اخواني اهل الموصل، الحكومه العراقيه الله يديمها لنا ويحفظها، خلي تحافظ على بلدنا وتنطينا من خيراتها، ما تروح تنطي خيرنا لغيرنا. احنا شعب كاتلنا الحر وكاتلنا الصيف الحنان. انت يا اخ المحافظ او يا حكومه او يا دوله كلها، انا تروحون تنطون سوريا، سوريا هي بحاجه الكهرباء، سوريا هي قطعه الكهرباء عن شعبها.